فقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وكذا في تخريجه للمشكاه. نعم، هذا الحديث: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. الرواية المشهورة: له أجر 50 بدون تقييد شهيد. وله والحديث له شواهد، والأقرب أنه ثابت، والعلامة القيم رحمه الله أثبت في كافية الشافية، وقال إن متمسك بالسنة عند فساد الأمة له أجر 50. وجاء في بعضها قالوا: يا رسول الله، منا أو منكم؟ منا أو منهم؟ قال: منكم. وفي لفظ: القابض على دينك القابض على الجمر، والمتمسك بسنتي له أجر 50. قال رسول الله: منا أو منهم؟ قال: منكم. تجدون على الخير عونا ولا يجدون على الخير عونا. ولا يدل هذا على أن المتمسك بالسنة أفضل من الصحابة، بل المراد له أجر 50 في هذه الناحية وفي هذا الجانب وفي هذه الخصلة، وهي تمسك بالسنة والعض عليها مع وجود كثرة الفساد ممن حوله، ولا يجد على الخير عونا يعينونه، فلأجل يكثر له أجر 50. لكن ليس معنى ذلك أنه أفضل من الصحابة، لا، الصحابة لهم مزايا متعددة، مزية الصحبة لا يلحق فيها من بعد إلى يوم القيامة، مزية الجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مزية تبليغ الشريعة، تبليغ الدين، هذه الصحابة لا يلحق من بعد. والقاعدة أن المزية الخاصة أو الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة، قاعدة الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة. فالذي يتمسك بالسنة عند فساد الأمة في آخر الزمان له أجر 50 من الصحابة في هذا الجانب وهذه المنحة في هذه المزية وهذه الفضيلة الخاصة، وهو له أجر التمسك بالسنة له أجر 50. لكن الصحابة أفضل منه، مزية الصحبة لا يمكن أن يساويها ولا أن يحقها، مزية الجهاد في سبيل الله، فالمزية الخاصة لا تقضي على المزايا العامة، والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة. ومن ذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أنه أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الناس يحشرون يوم القيامة كفاة عراة غلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه مزية خاصة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام هو حفيده أفضل من جد إبراهيم ويلي في المرتبة، ولهذا يتأخر عن الشفاعة يوم القيامة، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يتقدم في الشفاعة. فمزية الشفاعة العظمى التي يغبطه فيها الأولون والآخرون لنبينا محمد، وإبراهيم له هذه المزية الخاصة، وهي أنه أول نكسى يوم القيامة. وكذلك من المزايا الخاصة لموسى عليه الصلاة والسلام ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخر بقائمة من قوائم العرش، وفي لفظ: فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أصعق قبلي أم جزي بالصعقة يوم القيامة. هذه منقبة ومزية لموسى عليه الصلاة والسلام، وهو أنه إما أن يكون صعق أو لم يصعق، فإن كان لم يصعق فهذه مزية له، لأن الصعق أمه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان صعق وأصعق قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهي مزية، لكنها مزية خاصة، ونبي صلى الله عليه وسلم له مزايا أخرى كثيرة. فالمقصود أن هذا الحديث لا بأس سند له شواهد، و
صححه العلامة ابن القيم رحمه الله كان في الشافعي وغيره، ولكن ليس معناها أن المتمسك بالسنة أفضل من الصحابة، إنما معناه كما سبق أن المزية خاصة للمتمسك بالسنة. وجاء في الحديث في اللفظ الآخر وجه ذلك قال تجدون على الخير عونا ولا يجدون على الخير عونا، فالمتمسك بالسنة داخل الزمن لا يجد عونا والصحابة يجدون عونا، فلهذا صار له أجر 50 وصارت له هذه المزية الخاصة. وفيه الحث على التمسك بالسنة ولزومها عند ظهور البدع والمنكرات، وفيه التحذير من البدع، وهذا وجه كان المصدق رحمه الله بهذا الأثر يحذر من البدع، فإن المتمسك بالسنة بعيد عن البدع، الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة كل هؤلاء لا يتمسكوا بالسنة، فالواجب التمسك بالسنة والحذر من البدع والمحدثات في الدين. نعم.